الايمان معروفه اللي في قلبي في لساني وما تنعرفش نزوق. انا اول حاجه ما كاينش لا خلاف حتى في الاول، راه ما كاين حتى خلاف والان ما كاين حتى خلاف، يعني كاين ها سوء التفاهم وصافي. ولكن هي كانت قالت الزوج ديالك كان صرا بالمشكل ديال الطلاق ديالها مبكرا. شوف 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 نقول لك هنا هنا قال لك ملي تطيح البقره تكثروا الجناوه. حنا معروفين بواحد الصداقه بيناتنا، يعني هي تنقولوا بحال بنتي اختي، حنا عائله وتغمقنا يعني تنحبوا بعضياتنا ووقفنا في هذا ديالها وفي هذا ديالنا يعني اكثر من العائله. يعني هنا ضروري تيكون هذا يقول لك وهذا يقول لك وهذا يقول لك. انا ماشي من داك النوع، انا ديما تنعمر النيه وسعيده الان دائما عزيزه عليا والعلاقه ديالنا مزيانه، واخا هي كانت دايره شي حاجه في بالها ولكن في الاخر صحات داكشي بانه ما كاين والو غير تهيؤات. في الله انا ما نقولش نقول لك قده ولا قده، فعلا انت تنصب عليا بحالي بحال سعيده، غير سعيده الا سعيده هي بزاف، انا على قد الحال. خلاص في الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.